من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلي مراسل الحدث الزميل أحمد حرب. أحمد مرحبا بك. إلى التطورات وهذه العمليات الأخيرة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، وفي المقابل أيضا الإعلان عن مزيد من القتلى في صفوف جنوده وضباطه في العمليات الجارية في خان يونس، ما تفاصيلها من لديكم؟ نعم سعد، هذا يعكس حدة القتال وارتفاع وتيرة هذا القتال في المناطق التي يتوغل بها الجيش الإسرائيلي، والتركيز الأكبر في هذه المناطق خاصة مدينة خان يونس جنوب القطاع. هناك عملية برية تتسع كل يوم رقعتها في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس، توغل في مناطق جديدة من قبل الجيش الإسرائيلي، آخرها كان قزان النجار، هذا الحي الذي يقع في الأطراف الجنوبية لمدينة خان يونس. هناك عمليات برية، تم نسف عدد من المنازل في هذا الحي وتجريف بعض الأراضي الزراعية الفارغة، وبالتالي كل يوم يكون هناك تقدم للجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس، وسط أيضا اشتباكات عنيفة مستمرة في هذه المدينة، خاصة في الجهة الشرقية لمدينة خان يونس في الخزاعة، الزنة، عبسان، الفخاري، حي الشيخ ناصر. هذه المناطق تشهد اشتباكات، تشهد قصف مدفعي. الجهة الشمالية أيضا حي الكتيبة، حي المحطة، أيضا هناك اشتباكات مستمرة. القصف الإسرائيلي عمليا وصل إلى منطقة البلد في وسط مدينة خان يونس، كان هناك استهداف لعدد من المنازل في الساعات الماضية، وبالتالي هناك ارتفاع أعداد جديدة من الضحايا في مدينة خان يونس، وأيضا الإصابات التي وصلت إلى مجمع ناصر الطبي. وبالتالي القصف الإسرائيلي ما زال متواصلا في هذه المدينة، العملية البرية متواصلة، الكثافة النيران الشديدة أيضا هي في المناطق الوسطى، في مخيم البريج، المغازي، النصيرات، منطقة الزوايدة في جنوب غرب، في جنوب مخيم النصيرات، هناك اشتباكات عنيفة في هذه المناطق. الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات على المناطق الوسطى خاصة في المغازي والبريج، شرق هذه المخيمات هناك اشتباكات عنيفة وتوغل جديد أيضا للجيش الإسرائيلي في شمال مخيم النصيرات. ما زالت العملية البرية متواصلة في دير البلح أيضا، هذا المخيم الذي تعرض إلى قصف إسرائيلي وقصف أيضا من المدفعية الإسرائيلية وأيضا من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت في الساعة الأخيرة عدد من المنازل أيضا في مخيم دير البلح. وبالتالي هذه المناطق وسط القطاع بمخيماتها الأربعة وأيضا جنوب القطاع خان يونس، هناك تركيز كبير من الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق، سواء كان في العمليات البرية وعمليات القصف من الجو وأيضا من البر، وأيضا الزواريخ الحربية الإسرائيلية تشارك بين وقت وآخر في قصف الأطراف الغربية لمدينة خان يونس وأيضا غرب النصيرات وسط القطاع. وكيف أثر هذا التصعيد من قبل الإسرائيلي، إن كنا نتحدث عن البر أو القصف الجوي، على الناس يعني الذين يعانون أصلا من متلازمة وسمة دائمة اسمها الرحيل والنزوح من مكان إلى مكان في داخل قطاع غزة؟ بكل تأكيد سعد، حركة النزوح ما زالت مستمرة، رصدنا اليوم حركة نزوح كبيرة خاصة من المناطق الوسطى من النصيرات والبريج والمغازي ودير البلح إلى هنا إلى رفح جنوب القطاع، وبالتالي هذا سوف يزيد الأعباء على سكان مدينة رفح. أكثر من 1,300,000 نازح متواجدين في مدينة رفح، هناك 37 مركز إيواء تابع لوكالة الأونروا في رفح مكدسة ممتلئة، أكثر من 12,000 نازح في كل مدرسة، وهذا يفوق قدرتها الاستيعابية أو طاقتها الاستيعابية بأربعة أضعاف. إيصال المساعدات إلى النازحين صعب جدا كما تقول وكالة الأونروا. الأونروا توزع على أفراد أسرة مكونة من 6 أفراد علبة فول واحدة وقنتين من الماء كل 3 أيام، وهذا يعكس أن المساعدات قليلة، يعكس أن الأونروا غير قادرة على إيصال هذه المساعدات إلى كل النازحين سوى المتواجدين في مراكزها التابعة لها. هناك أعداد كبيرة لم تصلهم المساعدات حتى الآن في منطقة المواسي غرب رفح، وهذا يعكس حجم الكارثة الإنسانية وتفاقمها يوما بعد يوم. من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث الزميل أحمد حرب، شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل.